أهلاً وسهلاً بكم في محاضرة جديدة من كورس البرمجة بلغة بايثون. في هذه المحاضرة راح نشرح موضوع مهم جداً بلغة بايثون اللي هو الليست. الليست من اسمه واضح أنه هو قائمة، أي بمعنى أنه راح ننشئ قائمة ونستعرض هذه القائمة ونجري بعض التعديلات على هذه القائمة. بإمكاننا أنه نصنع قائمة أو ننشئ قائمة، وهذه القائمة ممكن نخزن بها مجموعة من الأوامر، طبعاً تكون على شكل متغير، وبإمكاننا نستدعي هذا المتغير أو نستدعي هذه القائمة بشكل مفرد أو بشكل كامل. مثلا عندنا متغير اسمه X، هذا المتغير راح يساوي قائمة list. حتى ننشئ قائمة نضغط على حرف الدال أو حرف الجيم اللي هن الأقواس السكوير براكتس، الأقواس المربعية هذه بهذه الطريقة، ومن ثم نضيف مفردات القائمة. حتى نضيف مفردات القائمة، إذا كانت المفردات رقمية يعني نوعها أرقام، نكتب الأرقام بشكل مباشر ونفصل بين جزء وجزء بالفارزة، يعني مثلا 5 أو 2 فارزة 5 فارزة 3 فارزة 6 وهكذا إذا كانت رقمية. وطبعا بإمكاننا نستعرض هذه القائمة من خلال نضغط على print، الدالة print، ونكتب اسم القائمة اللي هي اسمها X. فقط نكتب اسم المتغير اللي يحتوي القائمة، ومن ثم من قائمة run نجي إلى run ونستعرض هذه القائمة. مثل ما نلاحظ عندنا هذه القائمة اللي هي 2 5 3 6، هذه في حال إذا كانت قائمة رقمية. طيب إذا كانت قائمة نصية، القائمة النصية لابد أنه نكتب النصوص مثل طريقة المتغيرات، يعني لابد انه نكتب دبل كوتيشن مارك بداخله مثلا بهاء، ونفصل ايضا بين جزء وجزء بالفارزه. مثلا راح نكتب علي وفارزه، وطبعا ايضا دبل كوتيشن مارك، وراح نكتب محمد، وهكذا نملا جميع مفردات القائمه مع الفصل ما بين كل جزء أو كل عنصر بالفارزة. وراح نستعرض هذه القائمة من خلال أنه print ونكتب اسم القائمة. طبعا راح نعيد الران بهذه الطريقة، إذا لاحظ بها علي محمد. طبعا ممكن نخزن بيانات كثيرة ونستدعيها بشكل كامل أو بشكل مفرد ونجري عليها العمليات اللي راح نستعرضها إن شاء الله لاحقا. طيب في حال لو حبينا نستعرض جزء واحد من هذه القائمة، يعني أنا أريد أستعرض عنصر واحد وليس كل هذه العناصر، مثلا أريد أستعرض العنصر علي أو العنصر بهاء أو محمد. طيب بالليست أو بالأري بعالم البرمجة بشكل عام، ليس فقط يعني لغة البايثون، دائما تبدأ العناصر من الصفر وليس من الواحد. يعني هذا العنصر هو صفر واحد اثنين. طيب هذه المعلومة مهمة جدا انه تبدأ من الصفر. لو حبيت انه اعرض العنصر اللي هو بهاء، لابد انه هذا العنصر يكون رقمه صفر وليس واحد، هذا صفر واحد اثنين. طبعا هذه في حال لو كان الحساب من اليسار. طيب لو كان الحساب من اليمين راح يكون سالب واحد وليس صفر، لان ماكو سالب صفر بالرياضيات وبالامور المنطقية. طيب فاذا هنا عندنا سالب واحد، وهنا عندنا واحد، وهنا اثنين. إذا من اليسار صفر واحد اثنين، إذا من اليمين سالب واحد سالب اثنين، وهكذا. طيب أنا بدي استعرض بهاء، فراح أضيف هنا سكوير براكتس اللي هو حرف الدال أو حرف الجيم، وراح أضيف الرقم الخاص بالعنصر اللي أريده. مثلا أنا أريد العنصر بهاء، فراح أضيف صفر، أي إنه راح يستعرض لي العنصر صفر اللي هو بهاء. مثل ما نلاحظ هنا إذا نجي على الران راح يستعرض لي بهاء. لو حبيت أعرض علي راح أكتب واحد اللي هو صفر واحد، هذا هو العنصر واحد واللي هو علي، وهكذا. طبعا لو حبيت أستعرض محمدي أما أكتب اثنين، ممكن واحد يقول ثلاثة مو اثنين، صفر واحد اثنين. أما أكتب اثنين هنا رقم اثنين، وطبعا أجي إلى التشغيل محمد، أما أكتب سالب واحد. مثل ما نلاحظ إذا نعد من اليمين راح يكون بالسالب، فراح يكون سالب واحد الخيار إني أما اثنين أما سالب واحد هو نفسه محمد. طبعا علي هو راح يكون سالب اثنين. الخيار إليك، تحب
تستعرض من اليسار تتخلص من فكرة السالب، ولكن بشرط أن تبدأ من الصفر. أو تحب تستعرض من اليمين راح يكون بالسالب وتبدأ من سالب واحد. طيب لو حبينا نعدل أحد هذه العناصر، مثلا حبيت أعدل العنصر محمد إلى مثلا كرار، أو محمد إلى باسم مثلا، كيف طريقة التعديل؟ طريقة التعديل سهلة جدا، راح نحذف البرنت حاليا. طريقة التعديل هو كتابة اسم الليست، طبعا اسم الليست هذا هو الاكس، نكتب عفوا هنا بالاسفل اسم الليست اللي هو الاكس اسمه، ونضيف رقم العنصر. انا بدي اعدل العنصر محمد، فاذا 0 1 2 اضيفه دائما بطريقة السكوير براكتس اللي هو الاقواس المربعية، فراح اكتب 2، ومن ثم يساوي اكتب القيمة الجديدة اللي انا اريدها، من خلال طبعا نكتبها بطريقة اذا كانت نصية داخل دبل كوتيشن، واذا كانت رقمية نكتب بشكل مباشر. مثلا محمد ارد اضيفه الى مثلا اغيره الى باسم، وراح اكتب باسم بهذه الطريقة مثلا. طيب الان ارد استدعي العنصر اللي هو محمد واللي غيرته سميته باسم، فراح اضيفه بطريقة البرنت مثل ما تعلمنا برنت، راح اكتب الاكس، ومن ثم راح اضيف بجانب الاكس السكوير براكتس واكتب رقم العنصر اللي هو رقم 2 1 0 1 2، فراح نكتب هنا عفوا 2، وطبعا نستعرض القيمة راح تكون القيمة باسم وليس محمد. ليش؟ لان هنا عدلناها. طيب في حال لو حذفنا هذا التعديل حتى نتأكد، نجي نستعرض صار محمد. ممتاز جدا، طبعا هذه هي طريقة التعديل. هنالك دوال، هذه الدوال ممكن تسهل علينا بإجراء التعديلات على الليست. طبعا هذه الدوال سهلة جدا وبسيطة. من ضمن هذه الدوال دالة اسمها append. append يعني إضافة. هذه الدالة تدمج لنا أكثر من list، list 1 مع list 2، ولكن list رقم 2 راح تندمج مع list رقم 1 وتكون list فرعية وليس رئيسية. list فرعية يعني شنو؟ يعني مثلا عندي list أخرى اسمها مثلا X2 مثلا، أو أي اسم آخر مثلا اسمها بهاء، هذه القائمة اسمها بهاء. طيب هذا اسمها بهاء يساوي، راح نضيف البراكتس وراح تكون هذه القائمة رقمية مثلا 2 5 5 6 8. طيب لو حبيت هذه القائمة اللي هي اسمها بهاء تندمج مع القائمة اللي اسمها اكس، اقدر اسوي هالشي من خلال الدالة append، من خلال الدالة append. طيب هاي العملية شلون؟ راح اكتب هنا اسم الليست الرئيسي اللي هو اكس، وراح اضيف له دوت، ومن ثم append فقط اكتب ab append end بهذه الطريقة append، وبداخل الأقواس راح أضيف اسم القائمة الثانية اللي أريدها تكون فرعية مع القائمة الأولى، أو اللي أريدها تندمج مع القائمة الأولى. هذه هي طبعا اسم القائمة، أكتبها بدون quotation mark لأن هذا اسم متغير وليس قيمة للمتغير، فالاسم المتغير ينكتب بدون double quotation. طيب لو حبيت استعرض الدالة الجديدة اللي صنعتها واللي دمجتها 2 اللي هي البهاء والاكس، فقط اجي اضغط على البرنت واكتب اسم الدالة الاصلية اللي هي الدالة الام اكس، راح اضيفها هنا الاكس بهذه الطريقة، فهو راح يستعرض لي الاكس مع الإضافة الجديدة اللي صارت عليها، ومن ثم أجي هنا أستعرض مثل ما لاحظ عندي بهاء علي محمد، هذه هي يعني الليست الرئيسية، وإذا نلاحظ بين أقواس براكت سكوير براكت جديدات هذه هي الليست الثاني اللي يضاف ليها مع الليست الأولى، وحتى أعرف أنه هذا هو فرعي من هذا إذا لاحظ أن الأقواس الرئيسيات هذه هي الليست الرئيسية، والأقواس الثانوية هذه هي أقواس ثانوية. طبعا هذا هو الأبند. الأبند هو يضيف لي القائمة الرئيسية، يضيف لي وياها قائمة أخرى ولكن راح تكون فرعية. طيب لو حبيت أني أدمج القوائم
قائمتين او ثلاثة، ادمجهن سوية بحيث تكون قائمة واحدة مو قوائم يعني رئيسية وفرعية. العملية سهلة جدا من خلال هنا عندنا دالة اخرى اسمها extend. extend سهلة جدا وبسيطة، بامكاننا ان نجريها، فقط نمسح الابند وراح نضيف extend. الاكستند اللي هي extend، فصار عندي الاكس اللي هي تمثل لي اللست الرئيسي، ودوت اكستند اضيف لي لها اللست الثانيه اللي هي اسمها بهاء. طيب راح نجي هنا نطبع الاكس اللي هي الداله الرئيسيه. اذا انت بقول هنا اكو عندنا اقواس فرعيه، اذا اجي بعد ما استخدم اكستند واجي استعرض راح الاحظ انه كلها صارت لست واحد بدون اقواس، وكأنما القائمة الجديدة هي صارت جزء من القائمة الرئيسية، وبالتالي اندمجن القائمتين بشكل تام من خلال الدالة extend. طيب عندي دالة أخرى اللي هي remove. طيب خلي أمسح الدالة الثانية، المرة أحتاجها، وأيضا خلي نمسح هذا كله. عندنا هذه القائمة اللي هي اسمها X، وحبيت أحذف من عندها الجزء اللي هو علي، طبعا اللي هو 01 جزء رقم 1 اللي هو علي. راح اجي اقول x.remove واضيف بطريقة البراكتس الجزء اللي انا اريد احذفه اللي هو راح يكون علي. هذا الجزء اللي اريده ينحذف راح احدده واضيفه هنا بهذه الطريقة، وراح اجي اطبع القائمة بعد ما حذفت من عندها. اجي الى print و x واجي افعل، اذا لاحظ صار عندي بهاء وصار عندي محمد. هذا فيما يخص الريموف. عندي دالة اخرى اللي هي sort، ترتيب. لو عندي قائمة، هذه القائمة اسمها x تساوي لي brackets تساوي لي ارقام مثلا 2 فارزة 1 فارزة مثلا 10 فارزة سالب 1 فارزة مثلا 100 فارزة 6 وهكذا. طيب لو حبيت ارتب هذه الارقام من الاصغر الى الاكبر، يعني بالبداية راح يكون سالب 1 ومن ثم 1 ومن ثم، طبعا بامكاني ممكن اضيف الصفر حتى يعني حتى يكون مثال وافي، راح يكون سالب 1 0 1 وهكذا. أجري عملية ترتيب في حال لو كانت القائمة طويلة جدا، فالعملية جدا سهلة. عملية الترتيب راح أجي أكتب اسم الليست اللي أريد أجري عليها الترتيب اللي هي اسمها X dot sort، فقط أضغط دبل كليك هنا dot sort بهذه الطريقة، وأجي أطبع الX print وأطبع الX بهذه الطريقة. إذا أجي هنا أفتح او استعرض الليست الجديده، صار عندي سالب 1 0 1 2 6 10، رتب لي اياهن تصاعديا بغض النظر عن الترتيب الاصلي. طيب هذه في حال كان الترتيب تصاعدي. لو حبيت انه ارتبهن تنازليا يعني من الاكبر الى الاصغر، فقط بداخل الاقواس الخاصه بالسورت اضيف الخاصيه ريفرس ار اي ريفرس يساوي واكتب ترو، طبعا تي لازم تكون كابيتال T-R-U-E بهذه الطريقة اكتبها. reverse يعني اعكس، يعني اعكس لي اياهن مكان ما تصاعديا راح ينعكس تنازليا. true يعني تشغيل عملية العكس، يعني راح يعكس لي اياها، وبالتالي راح اعيد الطباعة. اذا الاحظ ان انا سالب 1 0 1، اذا اعيد عملية الاستعراض راح يكون 110 6 2 1 0 سالب 1، راح تكون العملية بالعكس. طبعا هذه اهم العمليات اللي ممكن نجريها على الليست، واعتقد ان الموضوع سهل جدا وبسيط، فقط يحتاج لشوية تمرين، وان شاء الله اكيد بالمحاضرات القادمة بالتطبيقات راح نستخدم الليست بشكل اكثر، وراح نتمعن بها ونتعمق بتفاصيلها ان شاء الله. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.